ادخل يا بيرم، الباب مفتوح. الحمد لله على السلامة يا دكتور بيرم. دكتور شيحة، وحشتني قوي يا أستاذي. جايب لك معايا أغلى هدية ممكن أقدمها لأغلى بني آدم عندي. الرجل العناب، شقة عمري، اقلع الماسك العصفور. دكتور شيحة مش غريب. السلام عليكم. أنا فخور بيك يا بيرم، أنت حققت اللي أنا فشلت فيه. ده الصخط حمار، مسخوط حمار، ده في حمار راشق فيه من ورا. اخرس خالص. أيوة بيرم، صاحبك عنده حق، راشق فيه حمار من ورا، بس الحقيقة أنا اللي غلطان. غلطان إزاي يا دكتور؟ وقفت فجأة فرشق فيك؟ لا لا لا، انت فهمت غلط. غلطان لان انا عملت التركيب على نفسي، ومن ساعتها وانا حابس نفسي هنا سنتين، مش عارف اوري وشي لحد. وري وشك لحد عادي، انت جاي على الحاجه الوحيده السليمه، المشكله في الباقي. يلا بينا نجري يا دكتور. يلا هتكون نجري. عندك حق، انا قضيت سنتين بحاول في المشروع بتاعي، كنت عاوز ربنا يمنحني القدره على التحمل، الصبر اللي بيتميز بيها الحمار، بس ما استنيتش ان ربنا يمنحني القدره دي. طب يا دكتور ما تخليني ابص بصه على التركيبه اللي انت عملتها، يمكن اقدر ارجعك بني ادم تاني، او على الاقل اخف من حده المصيبه، يعني ارجعك ارنب، فرخه، يعني حاجه اقل تهزيئا. مش هتقدر، مستحيل. مستحيل ليه يا دكتور؟ هو انا حمار؟ لا مؤاخذه يا دكتور. لا يا حبيبي مفيش حاجة، بس أنا جربت كل النسب مفيش فايدة. طب يا دكتور خليني أنا أجرب. ما خلاص يا دكتور بيرم، قال لك ما ينفعش يبقى ما ينفعش، ما تحرجوش بقى. الله، وأنت مالك أنت يا بني آدم؟ بتحشر نفسك بينا ليه؟ الله، هو أنت مش قادر على الحمار، هتتشطر على البردعة. عصفور. لا مؤاخذة حمار. عصفور. لا مؤاخذة دكتور. لا يا حبيبي مفيش حاجة، سيبونا من الموضوع ده. ممكن بعد إذنك تجيب لي مية أشرب؟ أوي، انت جيت في جمل؟ لا جيت في حمار. الطوالة دي كويسة؟ لا لا لا، مش هتشان للدرجة دي، هاتلي الجردل. هو بق بس يعني. أشكرك أشكرك. افتح، أما مفتوح. يا نهار أسرق. هنيئا يا دكتور. أنعكم الله.